صباح الخير. بالذكرى ال35 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول، ووفاء لذكرى مؤسسي المقاومة الشهيد جورج حاوي ومحسن إبراهيم، اجتمعوا المناضلين الحقيقيين والأسرى المحررين بأمسية غنائية ببلدة كفر رمان أحياها الفنان أحمد قعبور. تفاصيل أكثر عن الأمسية اللي قدم خلالها الفنان أحمد قعبور أغاني الوطنية القديمة من تبعها بهالتقرير. أحيي معكم ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذه الذكرى التي تذكرنا بحدث كبير تاريخي نتذكر به البيان الذي أصدره من منزل القائد الشهيد كمال جبلاط، ووقعه كل من الأمينين العامين للحزب الشيوعي ولمنظمة العالم الشيوعي جورج حاوي ومحسن إبراهيم. فلتنتظم صفوف الوطنيين اللبنانيين كافة وبغض النظر عن انتماءاتهم السابقة وعن الاختلافات الأيديولوجية والطائفية والطبقية في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. ب 16 أيلول 82 وبإمضاء من المناضلين جورج حاوي ومحسن إبراهيم كانت هالعبارة هي خاتمة بيان تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية يلي ولدت بمناخ حر من أجل تحرير الأرض وكسر قيد العدو الإسرائيلي. انطلقت الرصاصات الأولى من قلب بيروت وانطلق مع جمول جبهة مقاومة وطنية ولبنانية. يا رجال ونساء لبنان من كل الطوائف والمناطق والاتجاهات، أيها اللبنانيون الحريصون على لبنان بلدا عربيا سيدا حرا مستقلا، إلى السلاح استمرارا للصمود البطولي دفاعا عن بيروت والجبل، عن الجنوب والبقاع والشمال، إلى السلاح تنظيما للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال وتحريرا لأرض لبنان من رجسه على امتداد هذه الأرض من أقصى الوطن إلى أقصاه. المناخ العام للبلد هو الجو اللي متناقض مع جو محسن إبراهيم، مع جو أفكار جورج حاوي، اللي هن يعني أطلقوا المقاومة كعمل عسكري وربطوه بشكل أساسي مثل ما إذا بتشوف القول إنه بناء الإنسان وبناء الدولة الديمقراطية والدولة المدنية. بالنسبة لنا كانت المقاومة الوطنية اللبنانية هي انطلاقة لمشروع تحرير الوطن وتحرير المواطن، تحرير الإنسان، مش تحرير الوطن من العدو الصهيوني لاستعباد المواطن من الإخوة والأصدقاء والرفاق وإلى ما هنالك. حكايات المقاومة حكايات فيها كتير من الفرح، فيها كتير من الألم، فيها كتير من التضحيات، فيها كتير ناس فقدناهم حبيناهم عشنا نحن وياهم، قتلنا معهم، قتلنا نحن وياهم ونضلنا نحن وياهم. بذكرى الانطلاقة احتفلت كفر رمان الجنوبية بأمسية ثورية وفية لشهداء جمول، فمن عتم الملاجئ ومن قلب المعارك ومن صمت الأحلام صدح صوت أحمد قعبور ليخبر حكاية شعب رفض الذل وقاوم. من عتم الملاجئ، من مر الأيام، من قلب المعارك، من صمت الأحلام لحظة لازم نستعيدها مش بس حتى نحتفل فيها، حتى نبني عليها بمشروع وطني ديمقراطي مدني يوحد كل ناسه حول شعار واحد هو الحرية والسيادة والمقاومة والتحرير. عم نحاول قد ما فينا نرجع هيدي الفكر، هيدي الحضارة اللي بناها جورج حاوي بكل واحد فينا من خلال هيدا التجمع، خليني اسميه الصغير الكبير، يعني كان عائلة او اهلي بمحلية. جورج حاوي لا يزال حي فينا، وكل الشهداء اللي استشهدوا سواء كان بالحرب ضد اسرائيل او سواء كان بالانفجارات اللي قادت على لبنان مؤخرا. وسلسلة البطولات استمرت
استمرت، وبالتالي يعني كثير تاريخ مشرق وكثير من المآثر يلي يجب ان يتذكرها شعبنا. هذه مآثر لازم تتعلم للاجيال بسواعدهم وبدمهم وبلحمهم لانجزوا الانجاز الكبير. رمز الوطنيه الصادقه المعطاه المجاهده اللي ضحت بكل ما هو غالي ونفيس في سبيل الوطن. من 82 لليوم وجدت المقاومة بفضل الفكر الحر والقلم الجريء والسلاح الصافي، وبتستمر المقاومة لما بتبقى صافية بالفكر والاتجاه. عشت الثورة والشبيب هني معاها، أنا بقوا بقلبي حطن هاو نايمن عندي بقلبي، هن المناضلين القديمين والشرفاء. كنا بالمقاومة ورح نبقى، نحن ما رافضين غيرنا، بس نحن لازم يكون لنا دور مثل بقى غير. عيب علينا اللبنانية بعد هالقد سنين حرب، بعد هالقد سنين ماتوا، نقوم نرجع طائفيين أكثر ما كنا قبل الحرب اللي بدها تلغي الطائفية. نلتقي مجددا لنضع اليد في اليد والكتف إلى الكتف للانطلاق من جديد لتحرير الإنسان. ننتقل من كفرمان إلى بيروت، وتحديدا خشبة مسرح بيير بوخاطر بالجامعة اليسوعية مع أمسي صوفية للشيخ أحمد حويلي. تفاصيل أكثر عن هالحفلة يلي بتهدف لإحياء التراث الصوفي، والتفاصيل كلها متابعه بهالتقرير. تجيد جمالي إنساني وفكري بروح صوفية وبمشاعر رومانسية تحمل العمق الصحيح للتوحيد. هالخليط بدأ من 7 سنوات، هي نقلة نوعية بالغناء الصوفي شكلت حالي اسمها الشيخ أحمد حويلي. أنا حاولت أعمل حالي، أنا بعرف في أنه في أشخاص من لبنان الله يسهل عليهم ويعطيهم كل خير، غنت بعض القصائد الصوفية، لكن أنا بالنسبة لي أنا تفرغت، وهذا اللي بقوله، أنا تفرغت لهذا النفس، لأنه نحن بلبنان بحاجة أنه هذا الغناء الصوفي يتطور ويوصل لكل بيت ليعرفوا أنه هذه الموسيقى الوحيدة اللي منكون هي بحالة صلاة. كلنا بحاجة لهذا القلب أنه ينبض بطريقة مختلفة. أنت علي بتعرف ماذا تقول الضلوع، وقبلت عيسى على كفتي لعل سبيلي إليك يسوع. على مسرح بيير أبي خاطر رسمت لوحة فنية دافئة ومشعة، وبإنجذاب كبير تحولت الأنظار نحو الصورة يلي رافقها صدى صوت القصائد والإيقاع الموسيقي. شغله حضاري أولا، ثقافي ثانيا، وسياسي ثالثا، بالمعنى النبيل لكلمة سياسي، اللي عم بيجمع كل الناس من كل الدنيا جايين، حتى ما نقول من كل الطوائف كل الوقت يعني، لحد يتحدوا بقلب قصيدة للحلاج ولا ابن عربي ولا السهروردي، إضافة إلى مهدي منصور طبعا وزياد سحاب المعاصرين. بعتقد أنه العالم بحاجة لهيك نوع من إذا بدنا نقول الأداء أو الغنى، لأنه الصوفية هلأ صارت شوي العالم عم تتطلع عليها وعم تتفهمها وعم تتعرف عليها من خلال الفن اللي عم بيقدمه مثلا الشيخ أحمد. جاي من الشمال مشانه، وهي دايما بعملها يعني، حتى لحقته على الصور. إنسان ما بعرف
يعني مع انه طبيب يعني بحسه بيخدني على محل تاني. سميتها صوفية الرومانسية لأنه عن جد كله أحاسيس وكله مشاعر، يعني هو عم بيغني ما بعرف بمين عم بفكر أو بأي طريقة أو ليه عم بيغني بهالطريقة، وشاب حلو بعدين. فكيف تغيب يا عملي، فكيف تغيب يا عملي، وكلك ساكن بدمي، وكلك ساكن بدمي. الشيخ أحمد حويلي قدم أمسية إنشاد صوفية ومن خلالها أعاد إحياء التراث الصوفي الراسخ بثقافتنا وفكرنا. الصوفية هو الإيمان الصح، الإيمان اللي بتخطى المذاهب والطوائف، اللي بتخطى الله الملموس. يعني الصوفية هي الإيمان بأنه كل شيء خير هو الله. سو الواحد عم بينتشي عم يطلع لصوب ربه بالطريقة اللي بده إياها، فيكون عبر الفتلة المولوية، عبر الشعر، عبر الأناشيد. بيخليك تعيشي حالة من التجلي والعشق الإلهي، وبتصير لا شعوريا حياتك كلها تتغير. فن الصوفي والصوفيين بحد ذاتهم هن أقرب لكل الأديان وكل الطوائف والفكر الروحاني العالي الراقي. بس قالوا صوفي قلت رقصة الدراويش أول مرة بكون بدي أشوف يعني. من هالأجواء منروح إلى الشارع مع السؤال اليومي، وسألنا الناس سؤال بيقول شو يعني من بيت شقه لبيت لقه؟ دايما أجبت الناس على هيك نوع من الأسئلة بتكون مهضومة وعندهم تعليقات متنوعة، منتابعهم بهالتقرير. من بيت شقه لبيت لقه، اللي بيحب يضيع وقته على الفاضي بيروح من بيت شقه لبيت لقه، مثل ما مضيعين البلد على الفاضي. هو مش مهم شو معنات شقه وشو معنات لقه، مهم المغزى من الحديث انه ما عم يقعد بالبيت. ايه ماما كانت بتقولها وتيتا بتقولها من بيت شقه لبيت لقه، انه يكون جيران جايين ورايحين عن نسوان عن بعضهم، بتقلها من بيت شقه لعن بيت لقه بتضلك انت. يعني بشوفوها الوحده بتضلها فايته من بيت لبيت، يعني واحد من شقه لشقه هيدي شقه، ولقه اللي بلقلق بيحكي كثير، هول النسوان اللي بركبوا مقلب. يعني بضلوا ظاهر من ميلي لميلي، بضلوا عم يبرم يعني الشخص. اللقو بلقلق كثير، وشقه بشق الارض وببلعها، داشر داير ظاهر فلتين على حيله، هيك بقولوا بيعها. من بيت شقه لبيت رقاه، لبيت كتر الله خيركم، من بيت لبيت لبيت لبيت، يعني هي بس بيقولوها مشان تطلع على القافيه. الله يعطيك العافية. يعني من محل لمحل، واحد اسمه شقة واحد اسمه لقة، شو ما في غير هالحال. يعني انه بشقة يعني بيطمنوا بزوروا بهيك شيء، لقة هذه ما بعرفها. شقة ولقة يعني بكتروا حكي من بيت لبيت بنقلوا حكي. والله لا بعرف لا شقة ولا لقة، بعرف كيف بدنا نطلع واللقة لنعيش. من بيت شقة من بيت مثل من بيت شقة على بيت رقاع، من بيت شقة على بيت رقاع. هدول اللي بيكون ما عنده شغلة عاملة بتلاقيها مثلا ست البيت منها موظفة، فهمت كيف؟ الصبح بتقوم بتعمل صبحية، بتفوت لعند بيت شقة، بتخلص منها بتفوت على بيت رقاع. يعني من بيت لبيت مرتي؟ لا. بسمعها كثير بس ما بعرف شو معناته. شقه الشقة اللي بلق كثير من الشقة للقلق. يعني بيت شقه بيت لقه يعني طنجرة ولا غطاها.